إذن انتهت أحداث الفترة الأولى والثانية بتقدم نادي الأهلي بنتيجة 30-14 في مباراة النادي الأهلي تسيدها دفاعيا ولكن هجوميا لم تكن بقدر يعني ليعمل فرق كبير، ولكن مباراة تسيدها النادي الأهلي منذ البداية حتى نهاية الفترة الثانية. يمكن أجل ضيوفك كابتن خالد، رأي حضرتك الفني عن الفترة الأولى والثانية؟ طبعا الفترة الأولى كان السكور بتاع الفترة خلص 17-5 لصالح النادي الأهلي. الأوفنس بتاع النادي الأهلي كان لحد ما كويس ان هو يجيب 17 بونت في كوارتر. طبعا الأوفنس بتاع سبورتنج طبعا ما كانش كويس خالص، وكويس يعني لأني كان الأهلي بيعمل ديفنس قوي جدا، البريشر عاملين بريشر كويس على اللعيبة وبيعملوا دروبات كويسة في بيقطعوا الكورة وبيجروا فاست بريك، فكان في اتزان حلو في اداء النادي الاهلي، زائد ان في كورتين 3 بوينت جم علوا السكور شويه. اللعيبه مركزه في الكوارتر الاولاني. الكوارتر الثاني يعني تركيز الفرقه في الاوفنس قل شويه، لان الكوارتر الثاني خلصان 30-14، يعني الفرقه جابت حوالي 13 بونت في الكوارتر كله، فكان الاوفنس الى حد ما يعني مستواه نزل شويه. الديفنس على يعني على نفس تقريبا المستوى، يعني اللي حصل الدروب اللي حصل في الاوفنس مش في الديفنس. نعم. بالنسبه لفريق النادي الاهلي، طب كابتن كايدار يعني 30 يمكن لو خدناه از ريفرنس او يعني مرجع، ممكن النادي الاهلي كده يحط 60 بونت في المباراه لو مشي بمعدل التهديفي ده، وده يمكن اقل كتير من معدلات النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتكلم فوق ال 80 دايما، 70-75-80. ماسر يعني ان سكورنا مش عالي، ما سر ان احنا مفروض مع نادي سبورتنج يكون السكور ممكن يكون اعلى من كده هجوميا؟ ايه السبب؟ هو التيمبو بتاع الماتش ماشي مش يعني مش عالي قوي، التيمبو ماشي واطي بالنسبه للفرقتين، لان السكور يعني بالنسبه للماتشات الاهلي ضعيف جدا، لان الشوط تطلع بيه 17 بونت يعني حد ما الشوط الاولاني عملوا اداء كويس. الشوط الثاني طلع 13-9 برضو، يعني مش البرفورمانس الصح بتاعت النادي الاهلي. اتوقع منهم طبعا ان هو يبقى طبعا في رهبه في بين الفرقتين. في الديفنس قطعوا كام كوره، عملنا ستيل، التيمبو بتاع الماتش المفروض يعلى شويه. طبعا الكي بلايرز اللي احنا اتكلمنا عليهم في الاول طبعا مش موجودين، اللي هم السكورز بتاعك ايهاب امين، فده طبعا عامل فرق كبير قوي في السكور. طب انا عايز اخد رايك في حاجه يا كابتن، وجود عمرو زهران وابو النصر في اول خمسه، والاثنين معروف عنهم الناحيه الدفاعيه القويه، يعني انا بحكم نظري كده او يعني رؤيتي، عمرو زهران مدافع جيد وابو النصر معروف ان هو مدافع جيد، هل ده كان احد اسباب النادي سبورتنج ما حطش غير 5 بونت بس، ولا هناك اسباب تانية؟ لا طبعا ابو النصر معروف ان هو فيري جود ديفندر من بقاله فتره، وهو لسه راجع من اصابه، فطبعا بالنسبه له ان هو ينزل يبين نفسه النهارده او يؤدي اداء يثبت لاجوستي المدرب بتاعهم ان هو انا موجود وانا ديفندر، فدي طبعا عامل اساسي ان خلى السبورتنج يجيب 5 بوينت في 10 مينتس بالظبط. قليل جدا جدا جدا. انت شايف النقطه دي يا كابتن، يعني يمكن زي ما توقعنا في الاستوديو التحليل قبل المباراه انه هيكون في دفع مجموعه من الناشئين، يمكن بدا بعمرو زهران وبدا ب عبد الله ناصر، والاثنين يعني عمرو زهران يعني ما بعتبروش ناشئ قوي، ولكن لسه خارج من الناشئين. يعني قصدي اقول لك ان هو برده من اللعيبه الصغار، روكي لسه يعني. روكي. ف وجودهم مع وجود عبد الله ناصر بيتهيألي عمل، وعمرو زهران وابو النصر عمل مظله دفاعيه، رغم ان سبورتنج عندها حلول كتير، بس 5 بونت ده يعني اقل من اي معدل ممكن اتخيله. يعني انا شايف سبورتنج ما عندهمش اولا كي بلاير، ما عندهمش لعيب سكورر، يعني سبورتنج زمان كان طول عمره معتمد على واحد او اتنين لعيبه، يعني مثلا معتمد على احمد منير هو الاكتر واحد بيجيب سكور في الجيم، فبيحل لهم مشاكل كتير. احمد هشام مثلا على سبيل المثال بيحل لهم مشكله لما الدنيا بتقف، بيشوط من بره، بيجيب، بيعرف يخلص. فالنهارده احنا شايفين سبورتنج ما عندهاش لعيب بيخلص، ما عندهاش لعيب بيعرف يحل الازمه ويحل المشكله ويقدر يخلص على الجيم. بالاضافه ان فريق الاهلي طبعا الاعمار فيه قليله، نسبه الاعمار قليله، سواء مثلا عبد الله ولا سواء عمرو زهران ولا شباب صغيرين، وعمهم بيعملوا ديفنس قوي جدا الفتره اللي لعبوها. قدرنا ان احنا نعمل ستيل كذا ستيل،
طبعا ده بالاضافه ان فريق سبورتنج مش عارف يحط باسكت، فطبعا ده اثر على السكور بشكل واضح. طب خلينا ناخد راي حضراتكم في امر كمان. الازمه عندنا من الاصابات كانت لعيبه الارتكاز، او بالاخص اللاعب مركز أربعة. النهارده شفنا مستر اجوستي عمل مانوفر بالمجموعه اللي معاه، شفنا عمر طارق وسيف وعبد الله ناصر وعمر الجندي، وحتى يعني كان في تغييره برده خدنا واحنا بنتفرج على المباراه، انه خرج عبد الله ناصر ما فيش ما كملش دقيقه وراح نزله مكان عمر طارق. المانوفر ده حتى الان ناجح؟ هو عمل يعني انا اعتقد يعني انا شايف ان هو ده حلول بالنسبه له في الماتش دوت، ان هو يلعب ده أربعة، المفروض اللعيب الارتكاز عنده المقدره ان هو يلعب بوزيشن 4 وبوزيشن 5، فهو غير خلى عمرو الجندي مره أربعة ونزل عبد الله أربعة، راح مطلع عبد الله أربعة منزل الجندي أربعة، وخلى خمسة عمر طارق، ومره راح مطلع عمر طارق ومنزل عبد الله يلعب خمسة. فهو عمل المنوفر صح، او يعني بس انا شايف الموضوع ناجح، خاصه ان انت ما عندكش لعيبه ارتكاز في سبورتنج، عامله لك قلق. وسيف نعم. وسيف النهارده لعب برده مجموعه كويسه، راح لعيب كويس وخبره، لعيبه كويسه. شفنا النهارده عبد الله ناصر اكتر من بلوك، واللعيبه بتخش ترمي الكره قلقانه من البلوك بتاعه. هو بلوكر كويس وبينط عالي، وايديه طويله ما شاء الله، عنده ريسبونس عالي يعني غير عمر طارق عشان يعمل بلوك ياخد سنه زياده. انما عبد الله ناصر عنده الهوبس بالظبط، عارف يا كابتن اللي هي السريعه دي، تك وشال البلوك على طول. فالنهارده انا شايف ان هو زي ما قال كيدار قبل المباراه، قال لك احنا ما عندناش مشكله في سكواد تحت الحلقه، هنقدر نعمل مانوفر بشكل. طب النهارده بقى في برضه حاجه احنا توقعناها، النهارده نزل مودي الجرحي وراح حاطط عزب عمر عزب جارد، يعني برضه قدر يمانوفر الدنيا عشان يعوض ايهاب. دي حقيقة. لعب بعمر طارق، لعب بعمر عزب، لعب جارد، ومودي الجرح نزل فعلا بوينت جارد. عمر عزب قدر يخش بنتريشن كده، قدر يخش واحده واثنين ويسقط للبيفوتات. الفيدنج كويس بتاع اللعيبه، بيدخلوا وحد بيفضى فبيقدر يديله باصه، بيبقى هو الباسكت فاضي. ففي شغل تومسون. طب النهارده بتهيألي تومسون يعني انا شايف اداؤه النهارده كويس. بدا كويس. طبعا تومسون النهارده نزل، زي ما احنا قلنا اتكلمنا على تومسون، هو لعيب كويس قوي، متمكن كويس قوي، وعنده حلول كويسه، وبيعرف يعمل فيد انسايد، ولو بيجي له سكرينات بيعرف يعدي كويس قوي، وعنده شوطه حلوه وبنتريشن كويس، بيعرف يجيب سكور. فطبعا اما بيبقى الملعب مفتوح بالنسبه له بيقدر يلعب براحته، بيوسع مربع عنده حلول، عنده حلول. تومسون النهارده من احلى المباريات الحقيقه اللي شفته فيها يعني، وكمان ما شاء الله دفاعيا احنا النادي لما بنلاقي امريكاني بيدافع دايما فعلا بيبقى صائب. طيب خلينا خلاص، هو الفتره انتهت ما بين الشوطين، هنروح لصاله الامير عبد الله الفيصل بكر النادي الاهلي الجزيره ومعلقنا الكابتن احمد مناع، ننقل لحضراتكم احداث الفتره الثالثه والرابعه. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده في مباراته ضد نادي سبورتنج، فالى هناك.